إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل مقاسم الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. عدنا لكم من جديد عشاق رياضة المشي والجري الصباحية، خصوصا في التزامن مع يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع، اللي كيفضلوا العديد من الموظفين الناس اللي كيعملوا الاسبوع كامل كيفضلوا هذا اليوم باش يمارسوا كما قلت الهوايه المفضله. انتم معنا على المباشر على الشريط الساحلي في مدينه الدار البيضاء. السلام ديالها من مدينة الضباب لندن، عاصمة الضباب ديال الإنجليزية. تحياتي عثمان فوزية، تحياتي. إن كما قلت جميل جدا، سالي اخويا نمشي نعس. سالي نيجي نلقى لي والو اخويا، السبعة ان شاء الله نمشي نعس. ضحكتك، شكرا بعدا ملي مخمم لي اخويا، بارك الله فيك واحد، شكرا بزاف. اذا كما قلت واحد الهواية المفضلة كيجيو حتى واحد ما يحتاج لي كوبل، كيجيو كيفضلوا لاحظوا معايا حتى لي كوبل. تحية جميل جدا، اللي كيفضل الرياضة عبر الدراجات. لاحظوا معايا الناس كيمارسو الهواية المفضلة، لاحظوا حركات رياضية. الله يحفظك خويا أحمد، تبارك الله عليك خويا أحمد، الله يكبر بيك. صباحك مبروك أخويا، صباحك مبروك. الله يعطيك ما تمنيتي يا خويا احمد، انت وحنا وجميع الناس اللي كيشوفوا فينا. صباح جميل، غادي تصبح على الرياضه والرياضيين، كيصبح الصباح عندك زوين. راه هذا الشريط الساحلي كله رياضيين. Thank you.
إذا هذا هو صباح أو صبيحة يوم الأحد 7 يوليو 2024 ميلادية. هذه الأجواء هنا بالشريط الساحلي مسجد الحسن الثاني، الله يصوب الأمور. شكرا لكم على حسن المتابعة، كما قلت لكم ما تمشوش بعيد، باقي معكم على قناة الشعب شوف تيفي. شكرا لكم.